السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم دي مادلين بشوكولات بمقادير بساط وطريقتهم سهلة. خليكم مع الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير كنحتاج جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر كنعبروا بكاس صغير، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الابيض، جوج ساشي ديال الكاكاو المر مع واحد ساشي ديال خميره الحلويات. الا غتعبروا بكاس كبير كديروا جوج ساشيه ديال خميره الحلويات. وعندي هنايا الحبيبات ديال الشوكولات وعندي هاد الكويغطات ديال المادلين. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. كنجيبو واحد الاناء اللي غنخلطو فيه المادلين ديالنا، كنديروا فيه البيض. البيض من الاحسن يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجة. وكنضيفوا معاه السكر وقبيصة ديال الملح. صافي كنخلطوا البيض مع السكر مزيان. الا بغيتو تخلطوهم دغيا كتخلطوهم في مولينيكس. صافي بعد ما خلطنا مزيان البيض مع السكر كنضيفوا عليهم نص كاس ديال الزيت، وكنضيفوا كاس ديال الحليب. كنعبروا دائما بنفس الكاس. صافي كنخلطوا. وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه. وكنضيفو هادوك جوج ساشيه ديال الكاكاو المر اللي كندوزوهم في الصفايه باش نزولو دوك الحبيبات اللي تيكونوا فيه. صافي كنضيفو الدقيق. وكنخلطو الكيك ديالنا.
وكنضيف واحد الساشيه ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، صافي. بعد ما خلطنا الخليط ديال المعطلين كنفرغوه في هاد الكويغطات، ما كنعمروهوش مزيان، كنخليوه فيهم شويه فين يتنفخ. صافي بعد ما كنعمروهم كندخلوهم الثلاجه تقريبا 10 ديال الدقائق، وكنسخنوا على الفران من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان، وكنخليوه شاعل من الفوق ومن التحت، وكندخلوهم يطيبوا. هذا هو السر باش يجيونا ناجحين. انا عندي هنايا المول صغير كيهز غير 6 د لي ماطلين، بعد ما غيطيبوا هادو غندير الاخرين حتى هما يطيبوا. هاد المقادير عطاوني 12 ديال الحبه، صافي. كنديروا عليهم من الفوق هاد الحبيبات ديال الشوكولات، التزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا رقائق ديال اللوز اولا اللوز مهرمش اولا كاوكاو مهرمش، التزيين تيبقى اختياري، ولا تخليوهم هكا كيجيو زوينين. صافي غندخلهم الثلاجة بين ما يسخن الفران، وغندخلهم يطيبوا، وغنتلقى معكم مع الشكل النهائي ديال لي مادلين ديالنا. وها هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليوم، لي مادلين بالشوكولات، كيجيو رائعين وخفاف ومقاديرهم بسيطة وفي متناول الجميع. غير بخمارة واحدة وكيجيو منفوخين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وإلا عجبكم الفيديو والوصفة ديال اليوم ما تنسوناش من لايك، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله ومع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.